أهلاً واضح، أنا ما يلغيك. طول ما أنت جنبي أنا هبقى دايماً رافعة راسي وهبقى أسعد واحدة في الدنيا. في حد من أصحابي بيقول لي يا بامية، عشان شبه البامية من جوة كده، إحساس بدي إحساس البامية. أعتقد دي حاجة كل الناس بتشعر بالخجل منها، إن أنت فجأة تقومي واحدة مثلا بالليل اتنين بالليل وتنزلي تفتحي التلاجة مثلا، فجأة تصحي النوم زايدة 2 كيلو، إيه اللي حصل لسه يعني؟ لا هي حاجة غريبة، هي غريبة بس برضو يعني ده اللي جه في دماغي دلوقتي، وأتمنى محدش يتقرف من اللي أنا هقوله ده، بس انا لازم كل يوم الكلب بتاعي لازم امسح له عماص عينيه علشان ما يضايقوش. بوكاهانتس. عشان حاسه ان احنا شبه بعض، فيمكن نلاقي حاجات كتير ان كومن ما بيننا مشتركه يعني، وبعدين انا بحب اتجول في الغابات. السؤال ده نرجسي شوية، بس مع ان بتوقعني في مشاكل كتير، بس شخص صريح قوي، وصراحتي يمكن احيانا ممكن تأذي الناس عشان بتبقى دبش، بس انا بحس انه يمكن الصراحة الدبش دي ناس تبقى محتاجة تسمعها حتى لو هما مش عايزين يسمعوا. ان حد قال لي انه بيحبني وما كانش صادق. القريبة قوي قوي مني بخاف عليهم زيادة عن اللزوم. لا انا متوترة طول الوقت يعني، ده شيء الناس كلها الناس كلها عارفة ده عني، ان انا شخص متوتر طول الوقت. انت لو مش متوتر هتوترك يعني.